السلام عليكم اخواني واخواتي، مرحبا بكم في فيديو من سوق البرونش بتاريخ 28/2/2021. تحياتي لكاع المتتبعين ديالنا في المغرب ولا خارج المغرب، تحياتي لكم كاملين، نهاركم مبروك الاخوان. اخويا شنو السنه هاد السلعه؟ شنو سمعت الثمن؟ 38 الف اخوان، 1900 درهم، اللهم بارك. خويا كيدير في السنه؟ السنه تسعود في جوجات الجامعه. تسعود جوجات الجامعه، الوليدات؟ الوليدات كاينين 5 دكتور و 5 دكتور و 4 دكتور الاخوان، 1900 درهم، اللهم بارك. كنتم تشوفوا بس الاصل ديالها من هنا؟ من الغروش؟ الشوطه حد موسى. حد موسى حد موسى، اللهم بارك. لا يجيب التيسير، تبارك الله خويا، الله يسخر لك، لا يجيب التيسير، الله يرحم الوالدين، اشكرك خويا. تبارك الله اخوان، كيما كتشوفوا السلعه مليحه، في 4 متومات، 4 متومات خرفين، تعطيهم على ولادها كامل. ها مليحه، خرفين، اللهم بارك. تومات خرفانين. واش المنطقة؟ اش المنطقة اخويا؟ هادي اخويا ديال ولاد احمد بن شكدير. خميس بن شكدير اخوان، ديال ولاد احمد بن شكدير، اللهم بارك. خيرات تبارك الله. المرأة كاملة ضارة على ولادها. كاملة ضارة على ولادها. 4 متومات بالنسبة للثمن والسن. واخا كاملة صغيرة فيها، وحدة اللي جامعة. كاملة صغيرة وحدة اللي جامعة. عطاونا فيها 52. عاطينو 2600 درهم. اللهم بارك. اللي بغاها راه نقولي من النمرة ديالها. خذ ضروري تخلي النمرة ديالك الله يعاود، خلي النمرة 06 أنس 06 31 04 75 56 عاود عليهم 56 في الأخر عاود 06 31 04 75 56 أنتم إخوان الصديق ديالنا أنس، من أنت من بنيش كدير ولا من البروج؟ بلاد من بنيش كدير، بلاد أحمد بنيش كدير، اللي بغى شي حاجة يتقضى عليه السلعة ديالو. السلعة ديالي على وجهها خويا، داكشي باين زوينة مليحة تبارك الله، عندو المرقد زين، الله يسخرك اخويا أنس، الله يجيبك تيسير الربح في هادشي إن شاء الله، زوينة. الله يجيبنا تيسير 2600 درهم الإخوان، مليحة. طول شوية معنا حدا سنعب معنا شوية نذكر له هنا من بيت اللهم بارك يا إخوان. اليوم السوق البروج داخل السلعة، داخل السلعة بزاف، داخل السلعة بزاف يا إخوان، كاينة السلعة تبارك الله مليحة صراحة، مليحة بهذا المصطلح ديال مليحة، زوينة تبارك الله، بحال هذه مثلا زوينة، اللهم بارك. بالنسبة للثمن خويا شحال؟ 55. عطينا 2750 درهم، وكديرة في السنة خويا؟ فيها 42. 42. وبالنسبة للخرف شحال من خروف؟ شحال من خروفة؟ 8 خرفان 8 نتوات. 8 خرفان 8 نتوات، كلشي والد. كلشي والد. كلشي والد. السن بالنسبة للسن صغيرة. كلها صغيرة. النفاقة ديال من القلعة، من القلعة السراغنا اخوان، تقدر تخلي لهم النمرة اللي بغا شي حاجة يكتب. خلي لهم 06 89 43 59 29 600 عبد الرزاق. عبد الرزاق الاخوان اللي بغا شي حاجة 55000 السلعة، اللهم بارك، الله يسخر لي، الله يجيب لي التيسير انتوما. من قلعة السراغنا يعيط لي وياخذ عليه السلعة اللي بغاها. عنده مازال عندك السلعة موجودة في الدار؟ لا. هادي الله يسخر لك عبد الرزاق، الله يجيبك التيسير خويا، تبارك الله عليك. الله يبارك زوين، الله يكمل. هذا فحل ياك عمي؟ ها؟ هذا فحل؟ فحل. طيب 72. عطي معطية شحال؟ 72. 8؟ عطاونا 20. لا لا عقول 78 ولا 72؟ 72. 3600.
3600 درهم اخوان بحال زوين اللهم بارك لك. وبالنسبه للسنه كي داير في السنه؟ ها كي داير في السنه؟ بني 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 سنان بني. اللهم بارك الله يسخر لك فيه الله يجيبك فيه التيسير ان شاء الله تبيعي بالرباح الله يسخر لك اخوان. انتم بحال بني 72 3600 عام اللهم بارك اخويا. هذا هو فحالية حالة اخوان كي داير في السنة اخويا؟ سداسي اللهم بارك اخوان انتوما شوفو سداسي. شوف واش عاطين في الثمن واش عاطين اخويا؟ انا 65 3250 درهم 3250 درهم. دائما معكم من سوق بروج بتاريخ 28/2021. نتمنى الفيديو يعجبكم يا اخوان. دائما نبدا عندكم خلي لنا لي لايك تشجعونا باش نعطيكم اكثر. تبارك الله عليكم تحياتي لكم جميعا كما كنتوا في المغرب خارج المغرب في جميع بقاع العالم. مرحبا بكل مرحبا بكم. وي صوروا مزيره اللي تصور هذا. لا لا ما كاينش مشكل مرحبا بك. وقعت هنا شي حاجه في الدار اخذ فنايه اختي هي الجلبات فيها 19 اللي فيها 20 الفرقيه فيها 3 راهي فنايه. اعطيني هذه شحال ثمنها؟ الثمن عطينا 28 20 عطينا 1400 درهم وهذا هنا عطينا 27 هادو 27 1350 19 اخذها في الدار. واخا قلنا شويه كي داير السوق اليوم؟ السوق مزيان وخا كاين شي الثمن كاين الثمن كاين الثمن. السلعه داخله شويه داخله داخله السلعه والحوليه قليله الخروف موجود الخروف موجود واخا صاب باش الحمد لله الناس دخلت السوق. الاخرى تي بعناها هي فينا هي شحال دازت؟ 32 32 اخوان الله يسخر لكم كيسير في هذا الشيء. واش من الزقايق من سيدي الحجاج؟ حل البروج هذه البروج البروج قاعد 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 الله يجيب الله يربح الله يسخر لكم هذا الشيء اللي كديروا فيه الله يعاونكم. 1600 درهم باش الشجاع اخوان الدواء الله يسخر لك انتم الله يجيب لك الكيس. عمر الثمن ديال الدخيل اخويا 70 شحال عندنا من شحال؟ 34200 1710 درهم وشحال من الشهر تقريبا؟ نكذب عليك سير خليه نكذب عليك مرقد شاد سهل لاويه سهل سهل اخوان. اللهم بارك الله يسخر لهم الله يجيب لهم التيسير هذا اهم حاجه ان شاء الله يفكوا السلعه ويمشيو سالمين. لا زوين السلعه زوينه يا وجهها عندي فيوز قول لي السلعه منين البلاصه والثمن ديالها وشحال تقريبا الشهير عندي؟ هذه اخوان من تادله تادلاويه يا اخوان هي 38 1500 درهم واكل الربيع هذا واكل الربيع انتم كنتو تشوفوا اخوان واكل الربيع ديال 30 من قصب التال اللهم بارك تقريبا الشهوره 8 9 8 9 شهور يا اخوان الله يبارك لي سخر لي لي جولي تيسير تاعو كي داير السوق اليوم في كساب اصاحبي كي داير السوق في كساب كاين شي ثمن مزيان السوق الثمن كاين السوق شويه ما كاين الشاري الشاري قليل الشاري قليل الشاري ما داخلش اليوم اخوان على حساب الشاو على حساب الشاو صابش صاب انا الشم مزيان الحمد لله خير موجود صابش خير موجود اخوان الله يسخر لي لا جولي تيسير 1500 درهم سعد الشهر 8 تقريبا المرقد ولا المنطقه ديال تاه الله يسخر لي
هذو إخوان حوليات الزاريات سمانة زعما الريح واش عاطين ما عندناش عاطين واش عاطين 17.75 درهم 875 درهم الله يسخر لي الله يجيب لي التيسير يا اخوان المهم انتم تشوفوا كيداير السوق في الجزائري الحم تاع الحاويه شحال يطلع اليوم ها شحال يطلع تقريبا الحم ديالو 50 ما عرفتيش 50 55 ما عرفتش يا اخوان الله يسخر لي الله يجيب لي التيسير ديالها ممتازه كم ندير بخير عندك 21 كسابيات جزاريات كسابيات 21 اخوان 1050 درهم اللهم بارك لي سخر لي الا جبتي سولا شوية السوق بعد شوية هانتوما الاخوان 21 بكيلو سلام كيف السوق عندنا في ذاك السير؟ نعم؟ كيف السوق يوما؟ كاين الثمن؟ كاين الثمن براك كاين الثمن يا اخوان براك تقريبا شحال عندنا من شهر الحاويين؟ ها؟ شحال عندنا من شهر تقريبا؟ أربعة شهور أربعة اخوان تقريبا الله يسخر لي الله يجيب لي التيسير في هذا الشيء تبارك الله الله يسهل لي يجيب لي رباح ان شاء الله ثمن 21 ربع 8 8 جزارية جزارية اخوان تقريبا اللحم تاع الحاولية شحال يطلع لك؟ كيفاش؟ اللحم ديالهم جزار شحال يبيعوا؟ وراه يبيعوا 1200 1200 اخوان ولا واش كيبيع 1200 ولا 1100 1200 1100 كيداير السوق ديال الغلا؟ كاين الغلا كاين الثمن؟ كاين الثمن اخوان كاين الغلا كما سمعت السيد قال لكم كاين الغلا هانتوما 8 21 400 1070 1070 درهم اللهم بارك الله يسخر لي الله يجيب لي السيسيتي هو في هذا الشيء المهم انتم تشوفوا السلعة زوينة الله يجيب لي الله يجيب لي الرباح فيها ان شاء الله يا ربي صرت لي في الداخل غير تبارك الله